شكرا للزميل خالد ياسين. أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورت، سهلا وسهلا ومرحبا بكم. الليغا تعود إلى أحضان عشاقها من خلال استادي إيبروسترا هنا في مدينة مايوركا ورقال ريال مايوركا إف سي برشلونة في إطار الليغا. الليغا التي توقفت لأشهر بسبب الكورونا، الجائحة التي أوقفت كل الدنيا، تعود الحياة وتدب معها. والبداية كتالونية، كورة لإف سي برشلونة، محاولة التوزيع والهدف الأول، 1-0 عن طريق أرتور فيدال. 1-0 البلاوغرانا الكتالوني يسجل من أول 60 ثانية في ماتش الريال مايوركا الجريح الغريق. البارسا يا مايوركا وترجع كرة ممتازة في الانترفال، عداله الجاب الثاني، جاب الثاني. البارسا ممكن ما نجحش في حاجة، نجح في الهدف المبكر. برشلونة بعدم قتل المباراة لأنه الآن كل شيء ممكن، الآن كل شيء ممكن. مرتاح مرتاح فريق ريال مايوركا، يلعب الكرة انطلاق، يضرب الكرة، تتحات الكرة برشلونية حلوة برشا ولكن قوية برشا. ترجع الكرة مرة أخرى على اليمين، على اليمين، وين الكروس، وين الراس، يضرب. طالبين من الحكومة الإسبانية 200 مليون يورو كمساعدة، سبيل ولا خيار، هذا أحسن شيء حتى يتفادى العالم ونتفادى هذه الجائحة وهذه الأزمة الصحية. الإنجليزي تتعدى المليار باونس، شيء كبير معناها، قعدت نثبت ذكريات. جول، يمشي بالكرة كوبو، جول، برافو يا كوبو، كورة من كوبو ولكن ما كاينش في مكتوبه أن يوصل إلى تراجع الناتج والخام على الصعيد السي. الاسيست براسو ليونيل ميسي و برايت وايت، والكرة بالشبكة اثنين بلاش، عبارة بينالتي وشاطها بصبع الكبير بالبونتا. 2-0 للإف سي برشلونة. الكتالوني خلص، الكتالوني 2 بينما 0-3 من فريق مايوركا. أولى مرة ثانية يتقدم ليونيل، ليونيل الثالثة، ليونيل الكرة خطيرة جدا، ملعوبة الإمكانية، التوزيع بالرأس، وكاد يكون الهدف الأول، كاد يكون الهدف الأول لفريق مايوركا. يعني من حسابات الجغرافيا أني نعلق عليها، والحمد لله بفضل الله ثم بفضل بيه نعلقنا عليها. يعني ليونيل ميسي ركلي باسي وراتاتي مرة أخرى الجهة اليسرى خدها، والمونيمونتال ما عاشش كورة يا سادة. ترجع كورة خطيرة، فرصة الهدف الثالث، وأعلنت واعترف بها في 1830 سنة المئوية متاع السنتيناريو في مونديال 1900. ولين جونيور اللاعب الأسمراني رقم 11 في تشكيلة مايوركا، وهذه كورة خطيرة، حذاري من البدايات، هدف مبكر الآن يفتح المباراة، خطيرة جدا الفرصة، والهدف الأول يضيع، الهدف يضيع بطريقة غريبة. ضاعت الكرة، بوديمير يلعب الكرة، بوتزو، أليخاندرو بوتزو، والتوزيع ممتاز عن طريق بيكي كرة طويلة، رجع والكرة تمشي مرة أخرى، الكرة عرضية والركنية قريبة والرصد نهائيا، ومباراة تدخل طي التاريخ في حين. وإلى البرسا مطالب بالصمود في هذه الدقائق لأنه مايوركا شكل ثاني، والهدف ديربي المارسي سايد بين ليفربول وإيفرتون. ليفربول يقترب سريعا، كان وقت فيركوف ودولومباردو ومانشيني وجالوكا فيالي، كانت جمعية ترعب متاع سانتوريا لمن سيكون البطولة ويكون اللقب. خطيرة جدا، يعني نتمنى لا يغيب 30 سنة أخرى ليفربول. الكرة تمشي للفريق والخطورة قائمة، واللي قلته صحيح، والهدف جاي، والكرة صعبة، التعاقب الأكثر والأقل بشروطه، يمشي بالكرة ميسي، ميسي والهدف الثالث، الهدف الثالث يضيع بطريقة غريبة من وايت برايد، هو لاعب برايد. ميسي يمشي ليونيل، توسيعة ممتازة، فرصة كبيرة، والهدف يضيع، الهدف الثالث يضيع مرة أخرى. فوريز اثقل لما لويس يلعب البونتا ليس جريزمان، نو خطوط الوسطى، وخليني نقول اقوى وسط ميدان، تشافي، نيستا، بوسكيتس، منذ العهد الفرنسي بتاع فرنانديز، تيغانا، جيريس، يمشي يلعب الكره للاعب برايت، ترجع الكره، وين الراس، وين الراس، وين الراس، اعطيني راس. الكره ياسر في الدفاع في الشوط الثاني، كره ممتازه، برافو مايوركا، مايوركا يعمل في الشوط، يلعب الكره بسهوله، يرجع يكسر الريتم، الكرة تمشي، كرة على القائمة الثانية والثانية، كرة في الدفاع، كرة في الدفاع،
حد الثاني محترم الكره، حتى الكره اللي لعبتها محترمه جدا. الان في ورقه صفراء، اول انذار في اللاعب ارتورو فيدال، ثم جاء الهدف الثاني تقريبا في 36 37 دقيقه رغم الغيابات. دخلت المنافسه مباراه كلاسيكو اعطته غريزمان في رايي، وهنا فرصه للهدف الثالث، كره خطيره، ممكن الهدف الثالث، والهدف الثالث، الهدف الثالث من برشلونه، الهدف الثالث للكتالوني البلاو جرانا بشباك الحارس مانولو رينا.